تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير. وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ونحن بفضل الله جل وعلا في آخر شرح هذه المنظومة، وصلنا بفضل الله جل وعلا إلى الباب قبل الأخير، وهو باب همزة الوصل الذي قال فيه الناظم: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الفتح والكسر وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب همزة الوصل هو من الأبواب التي أتبعها الإمام ابن الجزري رحمه الله لباب الوقف والابتداء. بعد أن تحدث عن الوقف والابتداء أتى بعده بباب المقطوع والموصول وبباب هاء التأنيث، لأن باب المقطوع والموصول من متعلقات الوقف والابتداء، وكذلك باب هاء التأنيث المرسومة بصورة التاء المبسوطة هي أو هو من متعلقات الوقف. وهمزة الوصل التي نحن بصدد شرح بابها من هذه المنظومة هي من متعلقات الابتداء. همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، ذلك أن العرب في كلامهم لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإن وجدت كلمة مبدوءة بساكن فإن العرب تجلب همزة قبلها، هذه الهمزة حركتها دائرة بين الفتح وبين الكسر وبين الضم، جلبوا هذه الهمزة المتحركة ليتمكنوا من البدء بهذا الساكن، وهذه الهمزة سماها العلماء بهمزة الوصل لأننا نتوصل من خلالها إلى النطق بهذا الساكن الذي نحن مجبرون على الابتداء به. والعرب أيضا لا تقف على متحرك، فهم إما أن يقفوا بالسكون المحض وإما أن يقفوا بالروم وإما أن يقفوا بالإشمام. الوقف بالروم والإشمام هذا سيتحدث عنه الناظم رحمه الله تعالى في الباب التالي، وهو وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلى آخره. همزة الوصل تكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في حرف واحد وهو حرف التعريف، لام التعريف. نحن العرب كلامنا إما أن يكون اسما أو يكون فعلا أو يكون حرفا، هذه أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فهمزة الوصل قد تكون في أول الأسماء وقد تكون في أول الأفعال وقد تكون في حرف واحد وهو حرف التعريف في لام التعريف. نبدأ بالأفعال. قبل أن نتحدث على حركة همزة الوصل مكسورة أو مضمومة في الأفعال، طبعا هي في الأفعال
همزة الوصل حركتها دائرة بين الضم والكسر. همزة الوصل في الأفعال تكون في أمر الفعل الثلاثي وتكون في ماضي وأمر الفعل الخماسي وفي ماضي وأمر الفعل السداسي. يعني حينما نقول مثلا صبر، صبر هذا فعل ثلاثي ص ب ر ثلاثة أحرف، أمره اصبر، فأمر الفعل الثلاثي يبدأ بهمزة وصل، يعني تكون في أمر الفعل الثلاثي وتكون في ماضي وأمر الفعل الخماسي والفعل السداسي. مثلا الخماسي انطلق، همزة نون وطاء ولام وقاف، همزة ونون وطاء ولام وقاف، انطلق خمسة أحرف. انطلق هذا هو الماضي، انطلق هذا هو الأمر، لاحظوا أنه في ماضي الخماسي وفي أمر الخماسي. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، وفي ماضي وأمر السداسي. مثلا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجر، استأجر همزة وسين وتاء وهمزة وجيم وراء، همزة وسين وتاء وهمزة وجيم وراء، يعني ستة أحرف، هذا فعل سداسي. استأجر مبدوء بهمزة وصل، استأجر هذا هو الأمر من السداسي، هذا من استأجر فهو أيضا بهمزة وصل. هذا من باب المعرفة، يعني هذا شيء يتعلق بالصرف، من فهم مني فخير وبركة، ومن لم يفهم إن شاء الله يعني سأبسط له بحيث يفهم ويدرك متى يبدأ الفعل بهمزة مضمومة أو بهمزة مكسورة. الذي أريده منكم الآن أن تنتبهوا له، هذا هو المنطلق الذي سنبدأ منه. همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين الضم وبين الكسر. كيف نعرف حركة همزة الوصل، هل هي مكسورة أم هي مضمومة؟ متى نبدأ بها مكسورة ومتى نبدأ بها مضمومة؟ ننظر إلى الحرف الثالث من الفعل، الحرف الثالث من الفعل. مثلا اصبر، هذا فعل مبدوء بهمزة وصل، ما هو الحرف الثالث؟ عندنا الهمزة إي إص الصاد والباء هو الحرف الثالث. ما حركة الحرف الثالث هنا؟ كسرة. حينما نقول أدخل، عندنا الهمزة هي الحرف الأول، وعندنا الدال هي الحرف الثاني، وعندنا الخاء هي الحرف الثالث. ما حركة الخاء؟ حركة الخاء هي الضمة. فنحن إذا أردنا أن نعرف همزة الوصل في هذا الفعل هل هي مكسورة أم مضمومة، ننظر إلى حركة الحرف الثالث. إن كان مضموما حركة همزة الوصل ضمة، همزة الوصل تكون مضمومة. إذا كان الحرف الثالث مكسور مثل اصبر، أو مفتوح مثل إذن، انقلب، بالتالي فإن حركة همزة الوصل هي الكسر. إذا كان الحرف الثالث مضموم، همزة الوصل مضمومة. إذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فهمزة الوصل مكسورة. لا أظن هناك يعني أسهل من هذا. همزة الوصل في الأفعال مر معنا في قراءتنا فعل، وهذا الفعل في أوله همزة وصل، ونحن نريد أن نبتدئ بهذا الفعل، ونحن يعني في حيرة، هل همزة الوصل مضمومة أم همزة الوصل مكسورة؟ مباشرة انظر أيها المبارك إلى الحرف الثالث، إن كان مضموما ضما أصليا، وسأبين لكم ما معنى الضم الأصلي، مباشرة همزة الوصل مضمومة، أدخل، أخرج، مثلا أذكر، لاحظوا أدخل الخاء هي الحرف الثالث وهو مضموم، أخرج الراء هي الحرف الثالث وهو مضموم، أذكر الكاف هي الحرف الثالث وهو مضموم.
بينما لو كان الحرف الثالث مفتوحا مثل اتبع اتبع انقلب، لاحظوا القاف مفتوحة. استجيبوا، لاحظوا أن التاء مفتوحة. اتبع، لاحظوا أن التاء الثانية من التاء المشددة هي تاء مفتوحة. مباشرة همزة الوصل هنا مكسورة، نقول إي اتبع، انقلب، استجيبوا. ولو كان الحرف الثالث مكسورا اهدنا، لاحظوا الدال مكسورة، ارجع، اضرب، اطمس، اغفر، كلها الحرف الثالث منها مضموم مكسور. إذا كان الحرف الثالث مكسور فهمزة الوصل هي مكسورة. ألخص لكم هذا الكلام، همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين الضم والكسر. كيف نعرف حركة همزة الوصل؟ ننظر إلى الحرف الثالث من الفعل. همزة الوصل هي الحرف الأول، الحرف الساكن الذي بعد همزة الوصل الذي من أجله أتينا بهمزة الوصل هو الحرف الثاني، والحرف الثالث هو الذي يلي هذا الحرف الساكن. هذا الحرف ننظر إلى حركته، إن كان مضموما ضما أصليا فحركة همزة الوصل الضم، إن كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا فحركة همزة الوصل هي الكسر. الحرف الثالث أيها المباركون لابد أن يكون ضمه ضما أصليا، لأنه ثمة ضم عارض. الضم العارض يعني هي الكلمة في الأصل مكسورة، الحرف الثالث منها مكسور، لكن لعلة ما ضم هذا الحرف الثالث، وهذه العلة سأذكرها لكم إن شاء الله بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، كما سأذكر لكم إن شاء الله الكلمات التي أتت في القرآن الكريم الحرف الثالث فيها مضموم ضما عارضا وعلة هذا الضم بعد الفاصل إن شاء الله، فحياكم الله. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أسهل طريقة لحفظ كتاب الله حفظ القرآن، يمر بثلاث مراحل: 1. ما قبل الحفظ، 2. أثناء الحفظ، 3. ما بعد الحفظ. أولاً ما قبل الحفظ، النية والدعاء بتسهيل الحفظ، اختيار ملقن أو شيخ مناسب ليكون عوناً ومشجعاً على الحفظ، وضع خطة كاملة للحفظ ويفضل كتابتها وتعليقها على حائط الغرفة، اختيار المكان المناسب يتميز بالهدوء وعدم وجود ما يشغل عن الحفظ مثل وجود أشخاص أو تلفاز وغيرهما، التخلق بخلق القرآن والابتعاد عن الذنوب والمعاصي من الأسباب المساعدة على حفظ كتاب الله. 2. أثناء الحفظ، اختيار طبعة مصحف واحدة للحفظ منها، القراءة بتدبر وفهم لمعاني الآيات، القراءة مع التفسير، التكرار أثناء الحفظ لكل آية لا يقل عن 20 مرة، الربط بين الآيات أثناء الحفظ مع التكرار، الاستماع قبل القراءة والحفظ. 3. بعد الحفظ، الربط بين الأثمان بالتكرار أكثر من مرة، المداومة على تسميع ما تم حفظه في كل وقت أثناء الخروج من المنزل أو الاشتغال بأي عمل.
الاستعانة بكتابة ما تم حفظه فهي تساعد على التثبيت. قراءة ما تم حفظه في الصلاة خاصة النوافل وقيام الليل. اختيار يوم يكون لمراجعة ما تم حفظه خلال الأسبوع، وليكن يوم الجمعة مثلا. وفي الختام، فلتعلم أخي أن الحفظ الجيد يحتاج لوقت كي يثبت في قلبك، فلا تيأس وثابر وكرر واستعن بالله، واعلم أن في كل تكرار خيرا. فالحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرت لكم قبل الفاصل أن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الكسر والضم. ننظر إلى حركة الحرف الثالث إن كان مضموما ضما أصليا فحركة همزة الوصل هي الضم، وإن كان مكسورا أو مفتوحا حركة همزة الوصل هي الكسر. الحرف الثالث لابد أن يكون ضمه ضما أصليا، لأن هناك كلمات هي في الأصل مكسورة، وهذا الضم الذي نراه هو لعلة، هو ضم عارض. مثلا عندنا في القرآن الكريم كلمة مثلا إيتوني بأخ لكم من أبيكم، إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوا مثلا. عندنا كلمة وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، امشوا مثلا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون مثلا. عندنا مثلا قالوا بنوا عليهم بنيانا، ابنوا، ابنوا الحرف الثالث مضموم، اقضوا الحرف الثالث مضموم، ايتوا الحرف الثالث مضموم، امشوا الحرف الثالث مضموم كما يعني ترون. طيب لماذا همزة الوصل كسرت هنا؟ لماذا قلنا امشوا ولم نقل امشوا؟ لماذا قلنا اقضوا ولم نقل اقضوا او ابنوا؟ لماذا؟ احنا باش قلنا ان الحرف الثالث لو كان مضموم حركة الهمزة الوصل الضم. طيب الحرف الثالث هنا مضموم، لماذا لم تضم همزة الوصل؟ السبب هو أن الضمة التي نراها هنا على الحرف الثالث من الفعل هي ضمة غير أصلية. هذه الضمة أتت لعلة، والعلة أن بعد الحرف الثالث هنا الذي هو في الأصل مكسور بعده واو جماعة، وللإسناد إلى واو الجماعة ولمجانسة واو الجماعة ضممنا هذا الحرف الثالث. وإلا لو كلمت شخصا وأمرت شخصا لقلت له ابني، لاحظوا أن الحرف الثالث مكسور، اقضي الحرف الثالث مكسور، امشي الحرف الثالث مكسور، ايتي الحرف الثالث مكسور، لاحظوا أن الحرف الثالث في الأصل مكسور. لكن لما أمرت جماعة قلت ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتوا، الآن لمجانسة واو الجماعة هذا ضم الحرف الذي قبله، لأنه من الصعوبة أن أقول مثلا أقول امشوا أو اقضوا أو مثلا مثلا ابنوا، يعني أكسر الحرف الثالث وبعده واو جماعة، فيه ثقل وفيه صعوبة. لذلك من السهل أن أضم الحرف الثالث، وهذا يعني فيه سهولة لا شك، لمجانسة واو الجماعة. هذه الكلمات في القرآن الكريم احفظوها، إيتوا
إيتوني ابنوا عليهم بنيانا اقضوا امشوا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. احفظوا هذه الكلمات. الضم الذي نراه على الحرف الثالث هو ضم غير أصلي، وإلا لأن الأصل في الحرف الثالث هنا هو الكسر. طبعا الضم هو ضم عين الفعل. بهذا نكون انتهينا من الأفعال. الفعل ننظر إلى الحرف الثالث، لو كان مضموم ضم أصلي نضم همزة الوصل، إذا كان ضمه غير أصلي الحرف الثالث يعني ضم لعلة وهي مجانسة واو الجماعة نكسر همزة الوصل. كذلك إذا كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا فهمزة الوصل مكسورة. هذا كل ما يتعلق بهمزة الوصل في الأفعال. الآن سأذكر لكم كلاما يتعلق بالصرف، من فهمه ومن له في الصرف فخير وبركة، ومن لم يفهمه يصبر علي قليلا وإلى أن آتي وأتحدث على همزة الوصل في الأسماء. نحن انتهينا الآن من القاعدة وإن شاء الله فهمها الجميع، من يعرف الصرف ومن لا يعرف الصرف. همزة الوصل تكون مكسورة طبعا إذا كان الحرف الثالث مكسور، والحرف الثالث يكون مكسور في الفعل الثلاثي فقط. الحرف الثالث يكون مكسورا في الفعل الثلاثي فقط، مثلا ارجع، اضرب، اطمس، اغفر، اكشف، هذه كلها أفعال ثلاثية، رجع، ضرب، طمس، غفر، كشف. الحرف الثالث يكون مكسور في الفعل الثلاثي فقط. الحرف الثالث يكون مفتوح في الثلاثي وفي غير الثلاثي، مثلا إذن، انقلب، اركب، هذا ثلاثي والحرف الثالث فيه مفتوح. وأيضا ربما يكون مفتوح في غير الثلاثي في الخماسي أو في السداسي، مثلا انقلب، اتبع، استجيب. والحرف الثالث يكون مضموم في الثلاثي مثل أخرج، أدخل، أذكر. وأيضا يكون مفتوح في غير الثلاثي المبني للمفعول، مثلا اتبعوا، هنالك ابتلي المؤمنون، استجيب له، حجتهم داحضة، في غير الثلاثي المبني للمفعول. هذه فائدة يعني ذكرتها لكم لمن له في علم الصرف، وإلا فالقاعدة سهلة. الفعل الحمزة الوصلة تكون مكسورة، تكون مضمومة، ننظر إلى الحرف الثالث، إن كان مضموما ضما أصليا همزة الوصل مضمومة، إن كان مفتوحا أو مكسورا فهمزة الوصل مكسورة. طيب، الناظم رحمه الله يقول: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الفتح والكسر. واضح الكلام. وابدأ، أنت أيها المبارك أيها القارئ، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني همزة الوصل ضمها إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما، إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما طبعا ضم أصلي. واكسره، يعني اكسر همزة الوصل، واكسره حال الفتح والكسر. اكسر أيها المبارك همزة الوصل إذا كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا، بالإضافة إلى الحرف إذا كان الحرف الثالث ضمه ضما عارضا ويعني مضموم لعلة كما ذكرت لكم. وفي الأسماء غير اللام أيضا اكسر همزة الوصل في الأسماء غير اللام، يعني غير حرف التعريف، غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف، هذه سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. طبعا الأسماء عندنا المصادر، عندنا مصدر الخماسي ومصدر السداسي، الفعل الخماسي والفعل السداسي. طبعا المصادر هي أسماء، مثلا ابتغاء،
ابتغاء استكبارا في الأرض، ابتغاء الفتن واستكبارا في الأرض، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه استغفار استكبار ابتغاء. هذه مصادر، والمصادر هي أسماء. طبعا عندنا نحن مصدر الخماسي ومصدر السداسي، هذه تبدأ بهمزة وصل، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة، سواء كان الاسم هذا مصدرا أو الأسماء المحفوظة التي ذكرها لنا الناظم رحمه الله تعالى: ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. ذكر لنا أسماء محفوظة سنأتي عليها إن شاء الله ونذكر أمثلة لها. إذن الأسماء كلها همزة الوصل في أولها مكسورة، همزة الوصل في الأسماء تكون مكسورة. نقول استكبار ابتغاء استغفار ابن ابنة اسم اثنين اثنتين اثنان اثنتان، هذا كله مكسور. لكن همزة الوصل أيضا تدخل على حرف واحد كما ذكرت لكم في أول الحلقة، وهو حرف التعريف التعريف. الأسماء المبدوءة بأل التعريف بحرف التعريف هذا، طبعا لام التعريف هي لام ساكنة، ونحن لا نبدأ بساكن، نحن بحاجة إلى أن نأتي قبل لام التعريف الساكنة هذه أن نأتي بهمزة وصل قبلها. همزة الوصل التي قبل لام التعريف هي همزة وصل مفتوحة، نقول الأرض الجبال الفتنة. همزة الوصل التي تدخل على حرف التعريف وهو لام التعريف هي همزة وصل مفتوحة. تمام، يعني عندنا في الأفعال همزة الوصل يا مضمومة يا مكسورة. متى تكون مضمومة؟ إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموم، إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا، ضما أصليا، أسف استغفر الله، إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا تكون همزة الوصل في الأفعال مكسورة إذا كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا. انتهينا من الأفعال. في الأسماء تكون مكسورة دائما، سواء في المصادر مصدر الخماسي ومصدر السداسي، أو في الأسماء المحفوظة التي ذكرها لنا الناظم رحمه الله. وفي الحروف همزة الوصل تدخل على حرف واحد وهو حرف التعريف لام التعريف، ولام التعريف ساكنة، فنحن بحاجة إلى أن نأتي قبلها بهمزة وصل. همزة الوصل هذه التي أتينا بها لنتمكن من النطق بحرف التعريف الساكن، همزة الوصل تكون مفتوحة. يعني في الأفعال يا مضمومة يا مكسورة، في الأسماء مكسورة دائما، في الحروف هي مفتوحة. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الفتح والكسر، وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي. أي اكسر أيها المبارك أيها القارئ همزة الوصل في الفعل إن كان ثالثه ضم همزة الوصل في الفعل إذا كان ثالثه مضموما، واكسره إذا كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا، واكسره أيضا في الأسماء غير الأسماء المبدوءة بحرف التعريف وهي اللام كسرها وفي. كنت قد ذكرت لكم في الحلقة الماضية أن الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على هذه المنظومة المباركة، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم، ذكر أن وفي على هي فعيل، يعني بمعنى تام، وذكرت لكم يعني أن هذا الكلام في الحقيقة هو بعيد، وإنما وفي يعني وفي هذه الأسماء المحفوظة كسرها، وفي يعني في هذه الأسماء المحفوظة ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين.
فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله حديثنا على باب همزة الوصل، فحياكم الله. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. منذ فتح شمال إفريقيا على أيدي الصحابة توارثت الأجيال على أرض ليبيا التعليم القرآني والعلوم الشرعية في الحلاق والكتاتيب والزوايا. رغم كل الحقب التي مرت على تاريخ ليبيا، ظل التعليم الديني يتوارث من جيل لآخر كما هو الحال في كل البلاد الإسلامية. اعتنت المملكة الليبية بعد استقلالها بالتعليم الديني وفتحت الزوايا والمعاهد والجامعات، وأشهرها جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية في مدينة البيضاء. بعد انقلاب سبتمبر تجلت محاربة القذافي للتعليم الديني في إغلاق الجامعات والمعاهد الدينية والتضييق على المشايخ والعلماء، وامتلأت السجون بطلبة العلم الشرعي. غياب التعليم الديني أدى إلى اضمحلال العلم الشرعي وندرة العلماء والمشايخ في ليبيا. كنتيجة طبيعية للتضييق على طلبة العلم الشرعي، لجأ الطلبة للبحث عن بدائل خارج البلاد. طلب العلم العشوائي والقفز على المراحل أوقع كثيراً من الطلبة ضحايا للغلو والتطرف. بعضهم وقع ضحية لمدارس مشبوهة دعمتها مخابرات أجنبية، ومن أشهرها فرقة المداخلة. بعد ثورة فبراير أصدر المؤتمر الوطني القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم التعليم الديني. تم افتتاح المعاهد الدينية الرسمية والكليات الشرعية بمناهج معتدلة ومعتمدة من قبل إدارة المناهج. بعد دخول حكومة السراج للعاصمة تم التضييق على المعاهد والكليات والمؤسسات المعنية بالفتوى والعلم الشرعي. في سبتمبر 2018 وكيل وزارة التعليم بحكومة السراج يبعث رسالة للمعاهد الدينية بشأن عدم قبول طلبة التعليم الديني الأساسي، مخالفاً للقانون وضارباً عرض الحائط بقانون صادر من جهة تشريعية منتخبة. أخيراً، هل هناك أيد تحاول العودة بليبيا إلى عهد التصحر في العلم الشرعي لتفسح المجال للأفكار المتطرفة بالعبث في أمن البلاد واستقرارها؟ كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة. كما هي العادة في كل حلقة نفتح الهواء لكم، لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. ابدأ أيها القارئ همزة الوصل بضم، يعني همزة الوصل تكون مضمومة إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما، واكسره حال الفتح والكسر. واكسر أيها القارئ همزة الوصل في الفعل إن كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا، واكسره أيضا في الأسماء غير حرف التعريف وهو لام التعريف، واكسره أيضا في الأسماء المحفوظة وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. معنا عبد المجيد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء
ساقط يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد المجيد، قراءة جميلة، زادك الله توفيقا وسدادا. ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. طيب نأخذ أحمد ثم نأتي على هذا البيت إن شاء الله. أحمد أهلا وسهلا. أحمد إن كنت في الاستماع تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها المساكنة وجنودهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من البحر لأعذبنه عذابا شديدا أو لنذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون سبحانه وتعالى.
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حسبك حسبك، بارك الله فيك يا أحمد، قراءتك جيدة يا أحمد. أريد منك أن تطيل زمن الغنة في النون والميم المشددتين والمضغمتين. لما النون يكون حكمها إدغام، كذلك الميم لما يكون حكمها إدغام، أو نون مشددة أو ميم مشددة، طول الغنة أكثر. إني وجدت، إني وجدت امرأة تملكهم مثلا، إني هذه نون مشددة، طول الغنة فيها أكثر. أيضا حرف السين لا تقلقل، لا تقول يسجدون، لا، الصواب يسجدون يسجدون، ولا تقل يسجدون، لا تقلقل السين. اهتم أكثر بأحكام التلاوة يا أحمد، نسأل الله أن يوفقك وأن يبارك فيك. معنا ميران، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله، بارك الله فيك، قراءتك جميلة، نسأل الله أن يوفقك وأن يبارك فيك. سند، أهلا وسهلا. سند، أهلا وسهلا. سند، إن كنت في الاستماع فقط اسمعني من سماعة الهاتف. طيب، يبدو أن السند غير جاهز. طيب، ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، طبعا هذه هي أسماء محفوظة. ابن مثلا، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، قال عيسى ابن مريم، هذه اسم وهمزة الوصل في أوله مكسورة، ابن، إي ابن. ابن مع ابنتي، ابنتي مثلا، ومريم ابنة عمران، ابنة عمران، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ابنتي، همزة الوصل مكسورة. ابن مع ابنة امرئ، امرئ، طبعا هذه الكلمة، الكلمة، كلمة امرؤ هي كلمة في الحقيقة عجيبة. نحن نعرف أن الحرف الأخير من الكلمة هو الذي يتغير، أو حركته هي التي تتغير، وهي التي نسميها بحركة الإعراب. هذه الحركة دائرة بين فتح وبين كسر وبين ضم، أو تكون ساكنة. الحرف الأخير حركته هي التي تتغير. هذه الكلمة، كلمة امرؤ، الحرف الذي قبل الأخير يتغير، تتغير حركته تبعا لحركة الحرف الأخير. يعني لو كان الحرف الأخير مضموم، حركة الحرف الذي قبله ضمة. إذا كان الحرف الأخير مكسورا، فالحرف الذي قبله يكسر. إذا كان الحرف الأخير مفتوحا، الحرف الذي قبله يفتح. يعني هي الحركة ليست حركة الحرف الأخير هي فقط التي تتغير، وإنما حركة الحرف الذي قبله هي أيضا تتغير. العادة أن حركة الحرف الأخير هي التي تتغير، هي حركة الإعراب. مثلا، إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك. الآن امرؤ، امرؤ، الحركة الحرف الأخير هي الضم، لاحظوا أن الراء مضمومة أيضا، إن امرؤ
رؤ هلك. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، امرأ الحرف الأخير مفتوح منصوب، لاحظوا أن الراء تغيرت حركتها إلى الفتح، ما كان أبوك امرأ سوء. مثلا لكل امرئ منهم امرئ، لاحظوا أن الحرف الأخير مكسور مجرور، الراء أيضا كسرت امرئ، لاحظوا امرؤ امرأ امرئ. سبحان الله، الحرف الذي قبل الأخير حركته تتغير أيضا كحركة الحرف الأخير ضما وكسرا وفتحا. امرؤ امرأ امرئ، طبعا كلها مكسورة همزة الوصل في أولها، ابن وابنة وامرؤ، ابن مع ابنة امرئ واثنين، اثنين مثلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، اثنين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، اثنين همزة الوصل مكسورة. وامرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، امرأة همزة الوصل مكسورة. واسم سبح اسم ربك الأعلى، اسمه أحمد اسمه يحيى، همزة الوصل في كلمة اسم دائما مكسورة. واسم مع اثنتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، اثنتين همزة الوصل مكسورة. احفظوا هذه الكلمة، ابن وابنة امرؤ امرأة اثنين اثنتين اسم، هذه الكلمات وهي أسماء طبعا وهمزة الوصل في أولها مكسورة. الخلاصة، همزة الوصل تدخل على الأفعال والأسماء وعلى حرف واحد وهو حرف التعريف اللي هو لام التعريف. في الأفعال همزة الوصل تكون مضمومة أصلية، همزة الوصل تكون في الأفعال مكسورة أو مضمومة حسب الحرف الثالث، إن كان مضموما فهي مضمومة وإن كان مفتوحا أو مكسورا فهي مكسورة. في الأسماء تكون مكسورة دائما إلا إذا كان الاسم مبدوءا بلام التعريف، ولام التعريف هي حرف همزة الوصل قبلها مفتوحة. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.